انطلاق بث راديو ميد في 5 مايو 2015 هو ثاني راديو خاص في الكابون واللي خذ الرخصة من لايكا. ومديرة الراديو قالت إنه راديو ميد هو ريفيرونس البحر الأبيض المتوسط. احنا اون ايكيب دو ا بو بري اون اي اون سوسانتين و لا ماجوريتي فينا دي جون. راديو ميد اون راديو جون بور لي فيت بار لي جون بور لي جون. عندنا برمجه متنوعه منفتحه على البحر الابيض المتوسط. الاضافه كون خاصه عندنا اون راديو امبيلونت مش طوب معناها الولايه وتخرج حتى لبرا وين عندنا وين يمتد البث نتاعنا مش نوصلوا الاصوات نتاعنا ونخليوا اصوات الشعب توصل لتونس توصل للراديو. تجربه جديده اخرى تتجدد بعد زوز اذاعات جهويه في الوطن القبلي في سوسه. نظن يعني التجربه هذه باش تكون تكليل اخر ومعناتها وخطوه اخرى في مسيرتي الاذاعيه. ان شاء الله تكون زاده بادره خير للمنطقه نتاعنا الكل والمناطق المجاوره ليها. ونتصور انه هذه يعتبر معناتها ولاده اعلاميه حلوه ياسر لينا الناس الكل وخاصه تشجيع للقدرات الشابه في تونس. ان شاء الله نقدموا جديد في المشهد الاعلامي. الجروب باهية كبيره فيها موزايك بين الوجوه الاعلاميه البارزه والطاقات الشبابيه وان شاء الله نقدموا بالمشهد الاعلامي. واسمعونا على 104.1 غران تونس على 100 في نابل. الإكيب متاع راديو ميد تكونت من أسامي معروفة كما على الشابي وعربية حمادي وعفيف الغربي. في نفس الوقت وجوه شبابية جديدة. فريكونس راديو ميد 100 في الكابون و 104 في تونس. أنا ما نعملش برنامج ثقافي بثقافة ما بعد منتصف الليل في الوطنيات سابقا وبعناوين يعني مغلف التجريد وفيها برشا جعجعة لغوية. لا أنا نمشي نقول باللغة التونسية بلغتنا بالمنطوق بالمتلفظ الشعبي العادي ونقول هالكلمة. وحتى العنوان ما يكونش هكا موغل في التجريد وفيه هلامية كبيرة. لا ما نعملش أنا عنوان الليل يأتي بعد الصباح. لا ذاك يمشي يعملوه كجماعة بتاع 3 تاع الصباح. أنا نسمي عنوان اللي نقولوه احنا والكونتوني يكون قريب حتى للأذن وقريب للي تسمعوا الأذن. والاستضافات ما هيش استضافات ما هو جديدك ما هو قديمك. نعم الاستضافة هي استفهام. اخذت على عاتق يعني نركز في السوسيال. خدمت الفاريتي قبل بعد سيبتها وطوى باش نركز في السوسيال خاطر سي لزوتي معناتها الأدوات تاع الخدمة متشربوا سي معادش وتتناسب مع عمري توا معناتها مع عمر منشط يبدا في باش يدخل سنوات الـ40. دونك بالنسبه لي انا ستري امبورطون انه يخدم الكرينو هذا. ما تصورنيش نشطح ونغني وكذا. نو باديدو انا نحب ساعه ديما المغامرات الجديده والمشاريع في بدايتها كما كان الامر في قناه حنبال. معناها كنا اسماء كبيره واسماء معروفه واسماء جديده زاده ومازالوا كيدخلوا في المجال. كيفاش اقتنعت يمكن ولا كيفاش غامرت واني نشتغل في راديو ميد؟ اول حاجه ساعه وجود الثنائي نجوى الرحبي وكريم بن عمر على مستوى الكوتشينج والاعداد والراسكله والبرمجه العامه نتاع الاذاعه. هذيك اول عنصر شجعني لانه نعرف الثنائي هذايا ما ينجموا يحطوا يديهم في حاجه الا وانها باش تنجح. هذا سبب من الاسباب. ثم انه الاجواء كي جيت لهنا والتقيت بالصحفيين التقيت بالوجوه الجديده بالاسماء الجديده بالليجان جورناليست حسيت يعني من اول لقاء واني في وسط عائله وهذا اللي نحبه هنا في العمل الاعلامي. برنامجي في راديو ميد باش يكون نهار السبت ونهار الاحد من ماضي ساعتين للستة. البرنامج اسمه أليغريا. معناها احنا الشعار نتاع الاذاعه كلها لا فاغ دو بونور. دونك أليغريا سي لاليغريس باش يكون موعد مع الفرحه موعد مع الجو. داخلين احنا توا تبارك الله سخانه جيتنا ضربه واحده. دونك ماذا بينا نرفوا شويه على المستمعين باش يكون موعد وفضاء متميز مع كل المبدعين التوانسه من شتى المجالات. برشا فقرات ما نحبش نعطي لي ديتاي ولكن برشا فقرات يستناو فيكم في راديو ميد في أليغريا. ان شاء الله باش يكون عندي ايميسيون
ثقافية كل نهار السبت من ساعتين من نص نهار للساعتين، هي لايف بتبيعه معايا زميل عبد الجليل السمراني. إضافة كبيرة غاديومات في الكابون في تونس بشكل عام، باش تسمعونا إن شاء الله على صون في تونس بلوتو في كابون و 104.1 في تونس إن شاء الله، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكل بإذن الله. والله إذا أقول لك هي تجربة، ديما الإعلامي ديما يعيش في التجربة، معناتها تجربة متوصة إلى معناتها اللي يهز ربي متاعه، معناتها الإعلامي اللي يقول أنا وصلت سي معناتها الانتهاء مات، لأن الإعلامي يوميا يتعلم جديد، يوميا نبحث على جديد، وبالتالي فإن التجربة هذه معناتها أعتقد أن الولادة كانت طبيعية، معناتها لأنه الولادة أشرفوا عليها ناس محترفين من 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 ميزان نجوى الرحوي وكريم بن عمر. نتمنى كونه معناتها المولود هذا ينمو في ظروف طبيعية وياخذ المكان نتاعو، احنا مانيش نفسه حتى حد، احنا باش نحبوا نقوموا بدورنا فقط، مانيش نحكيوا على مانيش نقولوا لا حرية اعلام والكلام الكبير هذاك كله، باش نحاولوا نقولوا محترفين فقط، معناتها نمارسوا مهنة الصحافة على قواعدها السليمة، معناتها نقدموا معناتها صورة أخرى مغايرة أو إضافية للمشهد الإعلامي في تونس.